طيب كلمة أخيرة منك لجمهور النادي الأهلي اللي هو كان شكله مبهر في المباراة النهائية وكان داعم لكل الفرقة في المباراة النهائية، كان الاستاد شكله خوف، يعني كان تقريبا اللعيب رقم واحد مش رقم 12. طبعا يعني مهما اقول مش هقدر اطلع اللي جوايا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي طبعا داعم رقم واحد لكل لعيبه النادي الاهلي، وكل من هو بيمثل النادي الاهلي هو الجمهور طبعا هو الداعم بالنسبه له. شكل الملعب كان يفرح بصراحه، يعني انا اتمنى ان انا اشوف كل مباريات النادي الاهلي بالكثافه دي، وان ما فيش كرسي يبقى فاضي ولا في مكان يبقى فاضي لاي من غير جمهور النادي الاهلي. هو نمره واحد بالنسبه لنا، هو يقدر نمره واحد طول الوقت مهما تقول مهما تتكلم. هو اللي حطينا ان انا هو يعني عشان اعمل مكالمه دي معاك دلوقتي طول الوقت. هو النادي الاهلي طبعا سبب رئيسي في ان احنا نبقى دايما بنتكلم على الانجازات وبنتكلم على البطولات وبنتكلم، احنا البطولات دي بتاخدها عشان جمهور واقف في ظهرك طبعاً. وبيساندك وبيساعدك، فأتمنى دايما انهم يبقوا مبسوطين ويبقى عندهم دايما البطولات وكله يبذل مجهود عشان ان شاء الله دايما نبقى محافظ على صدارة اي حاجة احنا بنخش فيها. طيب